FM. الكلمة ليك. اللي صار بالضبط بعد تصريحات وليد تونسي في برنامج كلام الناس، جمعية شمس تفاعلت معها سلبيا وشانت حملة كبيرة بدأتها من الصفحة الرسمية نتاعها على الباج فيسبوك، حاولت تحكي مع التوانسة الموجودين في كندا. هم برمجين عنده زوز حفلات، حفلة في كندا وحفلة في واشنطن، حبت تحرك العبيدة ذي وزعمة باسم حقوق الإنسان باش يلغيوا الحفل، حبوا يلغيوا الحفل زعمة بما أنه وليد التونسي هكا ضد الإنسانية، يعني في بالهم المثلية تمثل الإنسانية وتحركوا الكل، وكانت فما حاجات معناها سوريو، ماهيش مجرد ستاتيو وكلام على الفيسبوك وكهو، فما أفعال صارت، فما أفعال تحركوا غاديكا، معناها في محاولة باش يلغيوا هم العروض تلغى ولا ما تلغاش؟ وليد حسب كلام وليد معناها للبارح الديكلاراسيون، وليد قال السفارة بعثت له مراسلة طمنته كونه الحفلة باش تصير وباش يأمنوا الحفلة هذه وباش تتعدى في ظروف عادية ومميزة. نسمع وليد تونسي شنو اللي قال على الحكاية هذه، ومن بعد عنا بالتليفون هدى جريبي باش تحكيوا أكثر على التفاصيل من كندا. نسمع وليد. ذكر ما تدور على صفحات التواصل الاجتماعي على حفلة كندا في موريال، وحب طمن ساعة جمهور اللي يستنى فينا غديكا، رأي الحفلة قلت ربي معنا باش تم ولباس، وديجا هما يعرفوا اللي الحفلة كومبلي ومن طوح مازلنا في تونس وهي كومبلي، وهذه ناس قاعدة تستاد في العكر، وأنا كعطيت رأيي معنا في موضوع كما ما تحكيوا على الحرية، كل واحد حر في أموره، كل واحد حر في رأيي. نحب نطمن الناس الكل يعني الحمد لله اللي احنا باش نعملوا الحفلة، وجانا تقرير من السلطات الكندية اللي هي باش تأمن الحفل، وإن شاء الله تعدى حفلة باهية سواء في موريال ولا في واشنطن. أعلنوا عنكم شنو صار يا حلوه برشا. ولا هذاك لما وليد تونسي يقول كومبلين، نقول الو مرحبا هدى جريبي. وي مرحبا هدى، مرحبا بك، شنو احوالك هدى؟ الحمد لله. شنو الطقس في كندا؟ شنو الجو غاديك؟ في كندا يعيشك، ميرسي بوكو هدى. نحب نعرف اكثر تفاصيل، لانه وليد تونسي قال ثم اطراف تصطاد في الماء العكر، ثم اطراف حابه تعطل الحفل في كندا، وانتم من العباد اللي تعودتوا بتنظيم الحفلات في كندا، يعني عندكم تاريخ تبارك الله في تنظيم الحفلات من اهم الاسماء، لكن اليوم وليد التونسي كان الحفل نتاعو باش يتنظم مع طرف اخر، مع شركه اخرى ولا مع منظمين اخرين، وكانه اتهام مباشر لكم انتم على اساس انتم كنتوا طرف وراء عرقلة اللي صار الوليد التونسي. اكثر تفاصيل معك انت. اول حاجه يجب ثم توضيح، احنا ما عندنا حتى علاقه بوليد التونسي، معناتها مرحبا بي يجي في كل وقت، رانا مشكلتنا اللي صارت مع الاورجانيزاتور المنظم مختار بالحاج، ديجا هو اول مره معناتها حفله وليد، هي ثاني حفله عنده، اول حفله عملها مباركه مبروكه في جانبي هذا، ثاني حفله نتاع وليد التونسي في مختار بالحاج. سوانسا قرار أرتيكل مش في جريدة وإلا في 10 جرائد في التلفزة في راديو كندا اللي هي في مقولة احنا الوطنية، وإلا معناها شان ما هيش بسلعب بتخرج تصور انت عبد باللي ديتاي نتاعو باللسم واللقب قيد هدية أمبليكي في ركتيشن جيزاني، معناتها هو في أنكليا مش متاجر كما انت غلطي، في دعارة مع قاصرات، دعارة مع قاصرات، دعارة مع قاصرات، يعني بتجي تدخلوا على جوجل تكتبوا بروفيتيشن جيفاني لافال يخرجوا لكم لي زارتيكل الكل بالتصاور نتاعو بالنسبة للقب، وكيف صارت القضية هذه يتبعوا فيها، معناتها هو تسعة من الناس مع جنسيات مختلفة، أكبر واحد عمره 72 سنة فيهم، مش جديد بالأوراق بالبروتوكول، معناتها مش واحد باش يتبلى عليه. أي أمفوا اللي احنا في الصهريات دابتيود نعملوا تنجو جاردري للصغار باش العباد تجاردي صغارها. الناس اللي سمعت بالحكايه هذه خافوا، كلموا الصاله اللي كانوا يتكلموا اللي هي ريال تو، قالوا لهم كيفاش تكريوا انتوما صاله وتحطوا فيها جاردري الانسان مورد في قضيه نتاع دعاره مع قاصرات. الصاله الغات العقد نتاعها من الحفل لحد الان، حتى اورجانيزاتور احنا ما عنده دخل في هالحكايه. ما فهمتش انا، سامحني مختار ولا وليد؟ لا مختار، هذا المنظم نتاع الامبريزا. انا راني وليد ما عندي حتى دخل بيه، لا كلمته ولا حكيت معاه، انا عندي معاه حتى مشكله وليد. احنا مشكلتنا معاه هذايا في مختار بالحاج اللي هو المنظم نتاع الحفل اللي هو جديد كما قلت انت، ثاني تنظيم هذا كان باش يعملوا. دونك باش نلخصوا الكلام اللي قلته انت، السيد هذا مورط في قضيه نتاع دعاره، يعني فما حكم مع الصغيرات، ما نعرفش القانون الكندي كيفاش بالضبط كيفاش يتعامل مع المسائل هذه. القانون الكندي
ما عندوش انتفاضه، ما عندوش سوابق الطيبه، يقعد ليبر حتى يخرج عليه الحكم، هو توقف 22 اه جوست مون يقعد ليبر معناها هو توم سايب حتى يكون فما قضيه انكور يثبت الحكم ولا ما يلزمش يخرج من البلاد مثلا، يقعد موجود في كندا حتى لين يكمل عليه التحقيق يعني يخرج في الحكم. التحقيق صار 22 دونك هذا مدام هدى هذا السبب الرئيسي معناها للالغاء الحفل نتاع وليد التونسي، ما ثماش حاجه اخرى، ما ثماش سبب اخر؟ لا هذا السبب الرئيسي انه الشعلة علاش الغات العقد نتاعها معاه. دونك ولا مختار بالحاج يشوف البروجرام ولا معناتها الشعلة الغات من العقد نتاعو، كلم في وليد قال له راهو جماعه اللي هنا كلموا لك ليزاسيسيون دي زوموسيكسيون في كندا. بعد مختار وصل لحكايه انه احنا اتصلنا بجمعيات نتاع المثليين في كندا ومتواعدين باش نضربوا وليد وباش نعملوا مظاهرات، رانا احنا نعيشوا في كندا معناتها قلنا عندنا الحق المظاهرات، ديما ما نجموش نضربوا عباد ونعملوا مشاكل. وكما قلت لك رانا ما عندناش مشكله مع وليد. جمعيه شمس في تونس ركبت على الحدث كالعاده وتبناوا هما الحكايه، وليت حكايه عالميه ولا قضيه راي عام، وليت تتعدى في الثلاثه في الراديو وليت نسبوا في الاورجانيزاتور حطينا الكلمه بالمونتاج. يوستمو هذاك علاش انتم اليوم معنا للتوضيح، خاطر احنا سمعنا في تونس ليزوراليزاتور في كندا الكلهم معناها كانهم ضد وليد التونسي وكانه جمعيه شمس هي اللي كانت السبب الاساسي لالغاء الحفل. ولكن انت تقول لنا تو اللي هما ركبوا على الحدث، هذا الكلام كان جمعيه شمس ما عندها حتى علاقه، ما عندها حتى علاقه لا من قريب ولا من بعيد. انا واحد قلت لك انا راني حسين نحكيو على مشكله مع اورجانيزاتور اللي هو مختار بالحاج مش مع وليد التونسي. وليد التونسي يحب يجي ودايور راهي حفله تويكا تخدات مع شركه اخرى خدوا لي كونترا الكل وليد باش يجي على روحه. معناها وليد مش يعمل حفلته على روحه، ما ثم حتى اشكال غادي في الكلام. على روحه ما عندناش مشكله معاه، احنا ترى طيب هذا شيء غير صغير، عمل توقعه كبيره وغلط برشا عباد ونزيد اللوم الكبير. اليوم البارح نوصل للرساله يطلع في التلفزه يقول حكايه بديل، راهي ماهيش حكايه بديل على خاطر احنا من اخطر الجرائم الموجوده في كندا هي البروستيتيوشن. لا مش كان في كندا، حتى في العالم كل ما حتى في تونس من اخطر الجرائم. نحكي على كندا خاطر انا نعيش في كندا، ناقل ماهوش عايش معانا وهو اون بليس ناقل عنده ان كونفليكت دانتيري في ناقل يعطي لانيماتور دو لافوارين تاع وليد التونسي وجاي معاه. ما ينجمش يجي يقول انا يكلم فيا الراجل كل يوم وحكايه بديل، راهو ماهيش حكايه كبيره، حكايه خطيره ياسر عندنا. واذا ما تعرفش تواصل تحكيو على الديزورجانيزاتور تحكي على الناس الكل ولا هكا، الناس ما تعرفش شكون اللي قاعد يجيك لوكي بوشناق ولا شكون قاعد يجيك غيره. دونك للتوضيح راهو حتى اورجانيزاتور ونحكي باسمه ما عنده لوتوريزاسيون، حتى اورجانيزاتور ما عنده مشكله مع وليد التونسي ولا مع اي فنان يجي. احنا مشكلتنا مع هالاورجانيزاتور وتو معناتها ان شاء الله الحكايه تو باللي بروف وكل شيء وموجود على الانترنت كما قلت لك، الناس الكل عندها اكسي. احنا في كندا عندنا لو دروا داكسي لا فورماسيون، راهي في جريده تسال تخرج تصوير تعبد وتكتب الاسم واللقب والجريمه نتاعو، معناتها راهي تعرف شو تعمل، عندها اوتوريزاسيون بالتشهير ماهوش نتاع واحد باش يلعب. فهمت؟ ولا هذا كان التوضيح نتاعك مدام هدى، ميرسي بوكو مدام هدى جريبي من كندا للتوضيح. شكرا لي كنت معنا على راديو كابا فام في لاتيراس، نشكرك برشا، الى اللقاء في لمن كابا فام الكلمه ليك.